هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وترجح إعلان نتائج رئاسية بعد 48 ساعة من موعد غلق مراكز الاقتراع. التونسيون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على أن تتواصل عملية الاقتراع إلى بعد غد الأحد. اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعقد اجتماعا تحضيريا لموسم العمرة القادم وتعد بالضغط على المصاريف وتحسين ظروف أداء المناسك. نشرة الثامنة، أهلا بكم. قدمت اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والعدد النهائي للمقاعد التي تحصلت عليها الأحزاب. وفي الندوة أيضا أكدت الهيئة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تقدر ب70% داخل البلاد. بعد اطلاعها على القوانين ذات الصلة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث أفرزت عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدوائر الانتخابية على حصول حركة نداء تونس على 86 مقعدا، وحركة النهضة على 69 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدا، والجبهة الشعبية على 15 مقعدا، وحزب آفاق تونس على 8 مقاعد، فيما حازت قائمة أخرى بين حزبية ومستقلة 23 مقعد. الفرق الوحيد هو فيما يتعلق بمقعد القصرين، في بقية المطاعم الكل المحكمة الإدارية أقرت ما ذهبت إليه الهيئة. واعتبر شفيق صرصار خلال ندوة صحفية أن الأوراق البيضاء التي بلغ عددها 65 ألف تعبر عن موقف سياسي للناخب، في حين اختلف الأمر مع الأوراق الملغاة، وهو ما يدعو إلى مزيد الاهتمام حسب هيئة الانتخابات عبر توعية الناخب بالعملية الانتخابية ضمانا لعدم ضياع هذه الأصوات. أعتقد بأنه مصدر انشغال، يلزم نشوفه الأعداد هذه علاش أكثر من 100 ألف ورقة ملغاة. الأسباب مختلفة بدينا نحدوا فيهم، وإن شاء الله إذن بالنسبة للرئاسية العدد هذا متاع الملغاة سيكون متناقص بشكل كبير. لكن إذا كان ناخذها بالمقارنة مع 2011، اللي نجم نقوله هو أنه أوراق الملغاة المرة هذه أقل له. في 2011 عندنا تقريبا 3.1 اوراق ملغاة، المرة هذه عندنا 2.2. لازم يحط قطعه المقطوع في الخانة المخصصة لاختياره، ينجم يجي هو يعمل تشطيب او يجي يعني يعمل اكثر من قطعه مقطوع في اكثر من مكان، هذه كل اسباب انها تخلي الورقة ملغاة. وبذلك مثلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 70% داخل البلاد. من ناحية أخرى، ذكر صرصار أن عدد ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين المحليين والدوليين سيشهد ارتفاعا مقارنة بالانتخابات التشريعية. للملاحظين العدد ارتفع تقريبا، آخر الأرقام يظهر قريب نوصل 27 ألف، إذا أكثر من المرة اللي فاتت. وبالنسبة للممثلين المترشحين تقريبا في حدود 70 ألف، إذا قاعدين المرة هذه أخذين على الأمور على بكري، وأغلب المترشحين تمكنوا باش ياخذوا الباج نتاع الممثلين نتاعهم في الإبان. هذا ورجح أعضاء هيئة الانتخابات صدور النتائج الانتخابية الرئاسية في ظرف 48 ساعة من تاريخ إجراء الاقتراع، على اعتبار أن تونس ستعتبر دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى وجود قائمة انتخابية موحدة. ولمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، نتحول مشاهدينا إلى المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث موفد الأخبار إقبال الكلبوسي. إقبال، أهلا بك زينة. إذن ما هي آخر المستجدات لديكم، خاصة بخصوص عمليات الاقتراع بالخارج التي انطلقت منذ ليلة البارحة؟ نعم، نحن في انتظار أول ندوة صحفية بالمركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونحن بصدد يعني ترقب هذه الندوة. بطبيعة الحال المعلومات تتواتر على المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. معي هنا سيد مراد بن مولي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مرحبا بك سيد مراد. مرحبا بك. إذن سؤالي، كيف هي أحوال اليوم الأول لفتح مراكز الانتخاب بالخارج؟
انطلقت عملية التصويت بالخارج كما تعلمون من البارحة في ظروف عادية وطيبة. جميع المراكز تم الشروع فيها في عملية الاقتراع في ظروف عادية وطيبة. نسق المشاركة كان بطيء وهذا منتظر على غرار الانتخابات التشريعية. نعرف ديما نسق اليوم الأول بطيء، واثنين أنه لتباين حتى أيام العطل الأسبوعية من بلد إلى آخر. صحيح إذا أنه اليوم يوافق يوم عطلة في العالم العربي فإنه في بقية الدول الأوروبية أو غيرها يعتبر يوم عمل. بالنسبة لمكتب بالنسبة لمكتب كامبيرا العاصمة الأسترالية قد فتح أظن في الساعة العاشرة صباحا مساء بتوقيت تونس عوضا على الساعة الحادية عشر، لأنه التوقيت الإداري الصيفي انقضى في أستراليا وتم العمل بالتوقيت الشتوي. طيب نسب الإقبال، هل لديكم بعض النسب القادمة من هناك؟ النسب هي تبقى ضعيفة لأنه في اليوم الأول، تتفاوت من جهة إلى أخرى. أعلاها هي في الدائرة ما يسمى بالدائرة العالم العربي، ولو أنه ملاحظة في الانتخابات الرئاسية لا يمكن الحديث عن دوائر انتخابية لأنه كل داخل الجمهورية وخارج الجمهورية يعتبر دائرة انتخابية وحيدة. أما المنطقة التابعة للهيئة الفرعية للعالم العربي وبقية دول العالم هي اللي سجلت أرفع نسبة في العالم العربي وبقية دول العالم، مثل تقريبا 9% من مجمل الناخبين. لا، النسبة المشاركة نسبة المشاركة فيه سجلت 9% بالنسبة لليوم. في حين أنه مثلا المتوسط المشاركة في حدود 5% سواء في فرنسا 2 أو بالنسبة لأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية. طيب بالنسبة للدوائر بالخارج، كما قلت نستطيع الحديث عن دوائر لكن هي كما نظمت في التشريعية. بالنسبة لدوائر فرنسا كيف هي حالة الإقبال على الانتخاب؟ اتصالنا بالمسؤولين على مستوى الهيئات الفرعية كان بنسق طيب وجيد، ما سجلناش إشكاليات على غرار الأيام الأولى اللي رافقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، خاصة الإشكاليات. هناك بعض الإشكاليات التي تعلقت ببعض الناخبين الذين جاءوا للاحتجاج أمام بعض المكاتب، تبقى محدودة مقارنة بما شهدناه في الأيام الأولى في الانتخابات التشريعية. تعرفوا جيدا أن الهيئة فتحت لمدة أسبوع إثر الانتخابات التشريعية مجال للمواطنين اللي معناها بالنسبة لهم من يعتبروا أنفسهم مسجلين بسجل الناخبين ولهم من الوصولات والإثباتات أن يقدموها، وتم إدراج البعض منهم. وخاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج فما إمكانية ثانية هو تغيير من مكتب اقتراع إلى مكتب اقتراع آخر حسب ظروف ومكان إقامتهم. نعم، الانتخابات بطبيعة الحال ستنطلق في تونس الليلة، هو الساعة 0 تنطلق الصمت الانتخابي. نعم، وهناك متابعة للأمر الأكيد. نعم، لأنه جانب من الصمت الانتخابي تابعوا الهيكة في خصوص السمع البصري، وبالنسبة للهيئة في خصوص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذلك بقية الأنشطة اللي بالنسبة للمترشحين اللي هي كما سلفت أنت تتوقف اليوم على الساعة 0. نعم، شكرا لك سيد مراد المولي الخط زميلتي. شكرا لك إقبال، ولضيفك نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كنت معنا مباشرة من المركز الإعلامي للهيئة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أمس في ندوة صحفية مراجعة مواقيت عمل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع المتواجدة في بعض المناطق الحدودية الغربية للبلاد، وذلك بالنظر إلى الظروف الأمنية والعوامل المناخية بتلك المناطق. وسينطلق العمل في مكاتب الاقتراع المعنية بداية من 10 صباحا ويتواصل إلى غاية 3 بعد الزوال، لتبدأ بعدها عملية الفرز على عين المكان. بالنسبة لبعض المراكز عددها يقارب 50 مركز موجودة في ولاية القصرين، جندوبة والكيف، هذه المكاتب لضرورات أمنية سيقع فتحها وغلقها بتوقيت خاص وهو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء. قدمت شبكة مراقبون اليوم خلال ندوة صحفية قراءتها للحملة الانتخابية في شكلها الكلاسيكي وعلى المواقع الاجتماعية.
يؤمل فريق شبكة مراقبون أن يواصل عمل ملاحظة للانتخابات الرئاسية. كان قد بدأ مع انطلاق الحملة الانتخابية غرة نوفمبر الجاري. الأحد القادم سيواكب الفريق المتوزعون أعضاؤه على 27 دائرة انتخابية كامل مراحل عملية الاقتراع وما يحيط بها من تفاصيل على غرار إمكانيات التأثير على الناخبين أو مرافقتهم إلى الخلوة، وهذا بالتنسيق أكثر من الانتخابات الماضية مع المجتمع المدني. ونهار الاثنين إن شاء الله يبدأ عنا تقييمنا على يوم الاقتراع كامل بما فيه معناها عملية الفرز وعملية باش يكون عنا تقريبا اونيدي على لي جراند توندونس نتاع كل المترشحين على مستوى وطني مش على مستوى الخارج، على مستوى وطني. شبكة مراقبون واكبت الحملة الانتخابية ضمن الفضاء الافتراضي الانترنت وفق ما سمته مشروع رصد. حسب المنسق العام للشبكة فقد تم التعويل على 3 مؤشرات أساسية: حضور المرشح على شبكة الانترنت وأدائه وتأثيره لقياس مدى تفاعل المتتبعين مع المحتويات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي. الحملة في الأسبوع الأول كانت عادية، وتقريبا من يوم العاشر ولا فما نوع من التشنج، نوع من التشنج القاس صدى نتاعو على فيسبوك وعلى تويتر. التشنج هذا جاي من الديكلاراسيون نتاع المترشحين ولا نتاع الانتوراج نتاعهم، من المناظرات التلفزيه اللي قاعده صايره، ووقع معناها تضخيم هالاحداث اللي صارت. احنا اللي تخوفنا للتشنج هذا يهبط معنا من الفضاء الافتراضي يولي للواقع، وهذا اللي ما نحبوهش. نطلبوا حتى من المترشحين الكل اليوم صحيح حصل ما في الصدور على مستوى الحمله يكملوا حملاتهم اليوم ويبعثوا ميساج نتاع يعني تهت نتاع تطمين. وفيما سمي بالحملة الكلاسيكية للانتخابات، قدرت شبكة مراقبون أن طرق تواصل المرشحين مع الناخبين اتسمت بالتشابه، شأنها شأن الوعود الانتخابية. وبدورها عقدت المنظمة العالمية للجندر ندوة صحفية أكدت فيها انطلاق عمل البعثة في مراقبة الانتخابات الرئاسية حسب النوع الاجتماعي الذي سيتواصل حتى فرز بطاقات الاقتراع، وسيتم عرض تقرير بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في 25 من هذا الشهر. للمرة الثالثة تحل بعثة ملاحظة الانتخابات بمنظور الجندر بتونس. مراقبتها تتواصل حسب النوع الاجتماعي، وستشمل هذه المرة الانتخابات الرئاسية. هدفها توثيق المشاركة الحرة والعادلة للمرأة في العملية الانتخابية، وفق مديرة المنظمة الدولية لشؤون الجندر خلال ندوة صحفية. عملية المراقبة ستشمل 3 أصناف، منها المرأة الناخبة، رصد إن كانت محل ضغط لبيع صوتها أو ما شبه، والمرأة المترشحة إن تم تشجيعها من قبل الأحزاب المتنافسة، والمرأة في الإدارة حضورا وموقعا. البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات حسب النوع الاجتماعي تتكون من 110 ملاحظات موزعات على كامل تراب الجمهورية، منها 10 ملاحظات دوليات. بعثة تم تعزيزها هذه المرة بخبير من لاهاي مختص في مراقبة الانتخابات حسب النوع الاجتماعي. We've seen the birth of the young democracy here. جئنا إلى تونس وتفاجأنا بالمناخ الديمقراطي وبحضور المرأة في جميع المجالات، وننتظر يوم الانتخابات مزيد مراقبة مدى حضور المرأة في العملية الانتخابية. الندوة حضرتها ممثلة عن المنظمات الشريكة، منها الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات، هذا وقد تم تحديد يوم 25 من هذا الشهر كتاريخ لعرض تقرير بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية حسب النوع الاجتماعي. وبمناسبة الانتخابات الرئاسية وللحد من الوقوف العشوائي لوسائل النقل أمام مراكز الاقتراع، تعلم وزارة الداخلية بأنه يمنع على جميع أصناف العربات الوقوف أو التوقف أمام مراكز الاقتراع يوم الأحد 23 من نوفمبر الجاري، وذلك لحسن سير العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية. بعد أن انطلقت الليلة الماضية في كامبيرا الأسترالية عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية باعتبار فارق التوقيت، أقبل التونسيون المقيمون بفرنسا على مكاتب الاقتراع بدائرة فرنسا 1 وفرنسا 2 للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية القادم. إجراءات العملية الانتخابية جرت في ظروف طيبة بعد أن تداركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض الإشكاليات التي شهدتها مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
أقبل أبناء الجالية التونسية منذ ساعات الصباح على مراكز الاقتراع الموزعة في الدائرتين الانتخابيتين فرنسا 1 وفرنسا 2 للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم الجديد. مهم جدا أن ينتخب كل التونسيين، وهذا مهم جدا لأجل الأمن والذي نأمل أن يتحسن هذه المرة. جو مريحة معناها وطيبة، تبشر بتأسيس مناخ ديمقراطي وتأكد مرة أخرى أنه النضج الوعي والنضج معناها التونسي وتجربة تونسية ما نسميه بالاستثناء التونسي في تأسيس ديمقراطية جديدة. وخيم الهدوء على المكاتب الانتخابية بعد أن تداركت الهيئة المستقلة للانتخابات الأخطاء التي ظهرت في الانتخابات التشريعية، وأبرزها عدم عثور بعض الناخبين على أسمائهم في السجل الانتخابي أو مراكز الاقتراع القريبة من مقر إقامتهم. من 2 نوفمبر لحتى 8 نوفمبر الهيئة العليا والهيئة الفرعية حلينا معنا فترة متاع تصحيح وتسوية وضعية المراكز الاقتراع، وتلقينا 1970 مطلب، منهم 815 مطلب كان الجواب إيجابي، يعني تبدل مركز الاقتراع وتصحح والناخب دخل المركز متاعو الصحيح والمكتب متاعو الصحيح. وبقدر اهتمام أبناء الجالية التونسية باختيار الرئيس الذي سيقود تونس في المرحلة القادمة يصرون على تكريس الديمقراطية في حياتهم السياسية والاجتماعية. من حقنا وهذا واجبنا انتخابي وضبينا حظ على الديمقراطية بتاعنا والحرية بتاعنا. التونسيون في فرنسا بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية يرون أن مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني يعبر عن تمسكهم بتونس مهما بعدت المسافة وطالت سنوات الغربة. للوطنية التونسية من باريس، جميل أبو شنب. وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، توافد التونسيون المقيمون هناك أيضا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إقبال يقول الملاحظون إنه أفضل من الإقبال على الانتخابات التشريعية. مقر السفارة التونسية في العاصمة الأمريكية، حيث مركز الاقتراع الذي هو واحد من عدة مراكز في مدن وولايات منها تكساس، تفتح أبوابها لثلاثة أيام من 8 صباحا وحتى 6 مساء. عملية تجري بهدوء وسلاسة وحرية وحيادية، وهناك مراقبون أو ملاحظون في مراكز الاقتراع التقينا بإحداهن. إلى حد الآن عملية التصويت تمر بكل سلاسة، في إقبال يعني ماهوش قوي برشا، لكن حسب تقديرنا إقبال أحسن من الانتخابات التشريعية، والأمور تمر بسلاسة إلى حد الآن. بعد الإدلاء بأصواتهم التقينا بمجموعة من الناخبين والناخبات الذين نبضت مشاعرهم بالأمل. بنصير حاجة جديدة، احنا أول مرة تصير لنا حاجة كي من هكا، نعمل انتخابات كي من هكايا، وإن شاء الله تكون انتخابات نزيهة وباهية لينا ولولادنا، سيرتو لولادنا. هذاك شنو المطلوب. هذه حاجة تشرف التوانسة الكل، أول مرة انتخابات رئاسية منذ عقود شفافة ونزيهة، وعنا تشويس، يعني عنا شوا شكون ننتخبه وشكون لا، وحاجة شرف التوانسة الكل الوطن. بالنسبة لي كمواطنة تونسية هي عبارة على ميلاد جديد بالنسبة لي، معناتها عبارة اللي أنا قاعدة فكرتني في أيامات اللي معناتها اجتياز امتحان البكالوريا ولا عقد زواج ولا معناتها حاجة مصيرية بالنسبة لي. عدد الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة حوالي 14,000، من بينهم حوالي 700 في منطقة واشنطن وحدها. ورغم أن مركز الاقتراع يقع داخل السفارة، فإن دور السفارة يقتصر على توفير التسهيلات اللوجستية فقط. لقد لاحظنا أن أعضاء السفارة التونسية هنا والدبلوماسيين يعزلون أنفسهم عن عمليات التصويت، لا يتحدثون بل ولا يدخلون مركز الاقتراع، في مؤشر على الحيادية والرغبة في تحقيق النزاهة الانتخابية. عاطف عبد الجواد، التلفزة الوطنية التونسية، واشنطن. في
في يومها الختامي بلغت حملات المترشحين للانتخابات الرئاسية أوجها مع اختيار عدد منهم عقد اجتماعات شعبية خاصة في مدنهم الأصلية وتوجه عدد آخر إلى مناطق مختلفة لحشد دعم أكبر لهم في هذا السباق قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي منتصف هذه الليلة. كلثوم كنو المترشحة المستقلة رقم 3 هي المترشحة الأخيرة التي تزور ولاية طوزر في اليوم الختامي للحملة الانتخابية. البرنامج هو برنامج لكل التونسيين والتونس كاملة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اللي كما تعرفوهم هما صلاحيات يعني الأمن القومية عنده صلاحيات الخارجية. أولى تعهداتها وأولويات كنو العمل على تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية، كما تعهدت كلثوم كنو على خلق مواطن شغل والانفتاح أكثر على السوق الإفريقية باش نخلق حتى مواطن شغل كبيرة معناها الشبابنا اللي عنده اختصاصات في إفريقيا مثلا فما إمكانية كبيرة، كذلك باش برشا فلوس تدخل الدوفيز تدخل لتونس اللي بيها نجم نعمل مشاريع. كلثوم كنو تؤكد على أن حظوظها وافرة للوصول إلى كرسي الرئاسة، تعمل بعيدا عن الضوضاء معتمدة منهج الاتصال المباشر بدون اجتماعات عامة هو الطريق الأمثل للنجاح حسب رأي المترشحة كلثوم كنو. لم يستثني برنامج السيد كمال مرجان المترشح للانتخابات الرئاسية إصلاح المنظومتين القضائية والسجنية عبر مبادرة تشريعية من أجل الالتزام بالضوابط القانونية للعفو الخاص. الحقيقة أعتقد أنه إعادة نظر كاملة في المؤسسة السجنية هذا ما فيش أدنى شك، ومعناها وضعها متعلوم يخليها تزيد ربما تزيد المشاكل أكثر مما كانت عليه. وفيما يخص تطبيق القانون أنا سأطبق القانون معناها كما هو بالنسبة للجميع، ولكن بطبيعة الحال مع اعتبار شيء من الموازنة في بعض الحالات. وفي اتجاه آخر أفاد المترشح للرئاسة أن التعاون الأمني في المجال الإقليمي يعتبر أولوية ملحة. التعاون ضروري ويجب أن تلعب فيه كل الأطراف دور هام، وذاك علاش نتصور أنه خاصة الدبلوماسيين التونسية مش يكون عندهم دور كبير في هذا، إلى جانب طبيعة الحال التعاون مع مؤسسات معناها خارجية. مجالات عدة تدخل ضمن المهام السامية للرئيس القادم، أكد السيد كمال مرجان أنه لن يدعها للصدفة بل ستترجم بمجرد تسلمه مقاليد الحكم. في اختتام حملته الانتخابية بمدينة القيروان أكد المترشح عن حزب المؤتمر الشعبي سالم بن عمار شايبي عن خطة لجلب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد فرص عمل للشباب بالخارج. أني سأرسي قنصل الاقتصادي مهمته التسويق لصورة تونس وجلب استثمارات للمناطق المحرومة وإعطاء امتيازات لمدة 20 و25 سنة في جميع الأداءات بما فيها أداءات النقل وأداءات الكهرباء والماء وتمييزها إيجابيا حتى بين صليل الدستور. ثم مهمته الأساسية أنه يجلب لنا معناها العقود الشغل لأبنائنا الحالمين بالهجرة. كما أعلن مترشح حزب المؤتمر الشعبي عن إرساء استراتيجية للدفاع الوطني والأمن القومي. سنرسي استراتيجية أمنية جمهورية لا ولاء فيها إلا لتونس وللشعب التونسي، لا تستبغ لا بالصبغة السياسية ولا بأفكار الأشخاص الذين سيعتلون السلطة التنفيذية، لا ولاء فيها إلا لتونس لأن جيشنا جمهوري. وفي الجانب الاجتماعي صرح الشيبي بأنه سيكون في نصرة الطبقات المفقرة على حد تعبيره من خلال دفاعه عن مبادرته. في مدينة جابس وبعد لقاءات مباشرة جمعته بالمواطنين اختتم المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الرزاق كيلاني حملته الانتخابية لهذه الانتخابات. اليوم بلادنا في حاجة إلى وحدة وطنية صماء، ما عادش حاجتنا بك التشنجات وهك العرك والخصومات اللي عشناها توا تقريب 3.5 سنين. الشباب في الشغل حقه، في الشغل المواطن حقه في العيش الكريم. كيلاني أوضح كذلك أنه قد لمس خلال حملته الانتخابية تجاوبا من قبل المواطنين وأن حظوظه في السباق الرئاسي سيحددها الشعب عبر صندوق الاقتراع.
رئيس الجمهورية تعرف حسب الدستور هو ضامن لاحترام الدستور، يعني احترام الحقوق والحريات اللي جاء بها هذا الدستور. من هذا المنطلق شخصية رئيس الجمهورية ماضيه حاضره. عبد الرزاق كيلاني بيّن أنه سيعمل في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية على تحقيق أهداف الثورة، وسيتصدى للإرهاب ويعيد الأمل للشباب. المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي اختار أن يختتم حملته الانتخابية من شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز الذي شهد حضورا مكثفا لمناصريه جاءوا من مختلف جهات الجمهورية. ويذكر أن من أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمترشح سليم الرياحي هو إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وأمنية مع مراعاة خصوصية كل جهة من جهات الجمهورية. اختتام الحملة الانتخابية للمترشح سليم الرياحي شهد حضورا اعلاميا محليا واجنبيا، الا ان هذه الطواقم الاعلامية لم تتمكن من ممارسة عملها لما تعرضت له من سوء معاملة من طرف المكلفين بحماية المترشح سليم الرياحي. قبل يوم من الصمت الانتخابي اختار المرشح لرئاسة الجمهورية عبد القادر اللباوي أن يجتمع بأهالي القصرين لحثهم على المشاركة في بناء تونس الجديدة من خلال اختيار الرئيس الأجدر. الخط مع الإرهاب والتهريب من خلال بناء علاقات تجارية واقتصادية مع الدول المغاربية وتكريس مبدأ اللامركزية أهم النقاط التي ركز عليها عبد القادر اللباوي في برنامجه الانتخابي. حطينا ضرورة إحداث هيكل مستقل، هيكل فعلي، مش مجلس الأمن القومي اللي هو لجنة كوميسيون أدوك يستدعيه الرئيس متاعنا له. يجب أن يكون هيكل ماديا فعليا فيه استعلامات تحترم مجهودات هؤلاء الأمنيين بكافة أسلاكهم والعسكريين، ولابد من دفع اللامركزية واللامحورية إلى أقصاها باش المدير العام كيمشي للجهات ما يقولش ولادي ما عندهمش يقراوا، ما يقولش ولادي ما عندهمش يترفوا. برامج انتخابية وإن اختلفت في صياغتها فإنها التقت في أهدافها، إلا أن صندوق الاقتراع يبقى الفاصل بينها واختيارات الشعب. خلال ندوات صحفية اختتم بها اليوم في تونس صافي سعيد حملته الانتخابية الرئاسية، أكد المترشح أن حملته كانت غير كلاسيكية، ما سماه بأسلوب المواقع المتحركة، معتمدا على خطاب واضح. خطابي كان واضح بدون مساومات بدون مجاملات بدون قفزات، تحدثت في كل شيء وهذا كله في عملية متدامجة ومتكاملة واسميتها بتنمية استراتيجية شاملة. صافي سعيد عبر خلال هذه الندوة عن ثقته في المرور إلى الدور الثاني، مؤكدا أن قواعد حركة النهضة ستصوت له. أكيد وثم أكيد ثم أكيد، رأيت كثير من جماهير النهضة وقواعد النهضة يحيونني ويحضرون الاجتماعات التي قمتها ويهمسون حتى في أذني. أكيد عندي جزء وهو فقط جزء من الشعب، ربما يجدون في أنا الرجل الذي سيدافع عنهم. برامج متعددة وطروحات متنوعة كانت متواجدة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في انتظار ساعة الحقيقة. من حي ابن سينا بالعاصمة اختار المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي أن يختتم حملته الانتخابية، مؤكدا من هناك أنه سيعمل على دفع التنمية في الأحياء الشعبية التي عانت التهميش طوال عقود. كان ربي وفقنا وبإذن الله ونجحنا، أنا ذا الكل باش نخدم على الشباب والبنية التحتية، وقبل هذا هو القضاء على الإرهاب اللي هو قضاءنا على الاقتصاد متاعنا، وكصلاحية رئيس دولة معناها باش نخدم على الاستثمار الخارجي أكثر حاجة باش يعاون البلاد ويرجع الدينار التونسي ويرجع الدواليب الاقتصاد للبلاد. المرشح أكد أيضا أن الشعب التونسي لن ينسق وراء دعوات الاستقطاب الثنائية. يعني الشعب هو اللي باش يختار رئيسه اللي هو يعرفه باش يمثله ويكون قدوة ليه ويرى فيه الطموح نتاعه، اللي هو كما أنا موجود شاب وناجح في حياتي باش نصادر شبابي ونجاحي، وأنا نفهم أكثر واحد الشباب ونتعامل مع الشباب والحمد لله. وعن انسحاب بعض المتنافسين من السباق الرئاسي أكد الشنوفي أنه يخدم بعض المترشحين بعينهم، مشددا على أنه سيواصل خوض المعركة الانتخابية حتى النهاية. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. في اليوم العالمي للتلفزيون عودة إلى انطلاقته في تونس أيام الأبيض والأسود. و
ونواصل مشاهدينا استعراض نشاطات باقي المترشحين للفوز بكرسي رئاسة في اختتام حملاتهم الانتخابية قبل الدخول في فترة الصمت الانتخابي. اختار المترشح لرئاسة حمودة بن سلامة مسقط رأسه نابل لاختتام حملته الانتخابية، وأكد لمن التقاه من أبناء مدينته أن بناء الاستثناء التونسي سيكون ركيزة عمله إن انتخب. نفسه غيرنا قادرين باش نستقطبوا الاستثمار، قادرين باش نكونوا في الوسط الإقليمي اللي احنا فيه، باش نكونوا في الدرجة الأولى. حمودة بن سلامة قال إن أساس الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو الاستقرار. عهدنا سياسية وعهدنا اجتماعية. الخلافات نتاعنا لبناتنا السياسية. المطالب نتاعنا، الإضرابات، الاعتصامات. بن سلامة أضاف أن أمناً قومياً شاملاً هو الكافر لتحقيق الإصلاحات المرجوة. يتعدى مجرد يعني المفهوم الأمني اللي يمتد إلى الاقتصاد وإلى المحيط والبيئة والسلم الاجتماعي. المترشح أكد أن ملائمة أعمال الرئيس المنتخب ومهامه كما ضبطها الدستور يكفلها رئيس ديمقراطي واقعي جامع. تعهد محمد الفريخ المترشح للرئاسة في ختام حملته الانتخابية بصفاقس بأن يعمل في حال فوزه بكرسي الرئاسة على تركيز وكالة عامة للاستخبارات وإحداث صندوق للزكاة، كما تحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية. العديد من مواقع وجهات الجمهورية قدمت برنامجي، شفت عن كثب أحوال المواطنين التوانسة، شفت حالات التهميش والفقر، حالات البطالة للشباب. هذا أعطاني عزيمة كبيرة إن شاء الله باش نواصل في مشواري للانتخابات الرئاسية، وعاد الشعب التونسي إن شاء الله باش ينتخبوني، وإن شاء الله نكون الرئيس ممثل كل التونسيين. اعتبر محمد الفريخة أن ترشحه للرئاسة هو من قبيل التحدي، وبين موقف حركة النهضة من هذا الترشح ومن مسألة مساندتها له. قمت ندوة صحفية اليوم الصباح وقابلت البارح مع الشيخ راشد الغنوشي اللي احنا معنا حتى خلاف مع حركة النهضة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، والشيخ راشد تمنى لي كل التوفيق والنجاح في الانتخابات الرئاسية. يظهر لي موقف حركة شورى سهل وواضح. هذا وكان المترشح للرئاسة محمد الفريخة استهل حملته الانتخابية من صفاقس. اختار المترشح للانتخابات الرئاسية مختار الماجري انهاء حملته الانتخابية بالتجول في شوارع العاصمة والاتصال المباشر مع المواطنين الذين وعدهم في صورة وصوله لسدة الرئاسة بالعدل بين جهات البلاد وخلق مناطق صناعية بجل الولايات. احداث مناطق صناعيه في كامل تراب الجمهوريه بالتوازن بين الجهات، وان شاء الله نكون كما يقولوا فيها عند وعدي، وهذه حاجه اللي نعد بها بالدرجه الاولى هو مراجعه جميع القوانين ودراسه وتقديم جل مشاريع معناها بالتوافق مع الحكومه مع مجلس الشعب، وان شاء الله نمشيو بتونس لبر الامان. مختار الناجي اكد انه كان صادقا مع الناس وسيواصل صدقه في صوره وصوله لسده الرئاسه كي يخدم المواطن ويحقق له الامن ورغد العيش. عندنا امن البلاد وقفه المواطن، وعندنا بلاد مهمشه ولايات وهو العدل بين الجهات بوصف سفير حقوق الانسان، ان شاء الله نكون عادل بين الولايات الكل ونكون بقدره ربي نوفر الشغل الشباب التونسي. تنافس وبرامج متعددة شهدتها الحملات الانتخابية، ولكل طريقته في التواصل في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الأحد. المشاركة في مباراة في كرة القدم بين قدماء لاعبي عدد من الجمعيات التونسية هي أحد محطات المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية منذر زنيدي خلال اليوم الأخير من حملته الانتخابية. الثقافة الرياضة منصوص عليهم في الدستور نتاعنا الفصل 43 يقول أن الدولة معناتها تدعم الرياضة والتجهيزات الرياضية، بالصحة تكون جيدة الرياضة هي أساسية. اليوم هي تحية بالنسبة للاعبين وقدماء اللاعبين. وقبل الامتناع عن ممارسة أي نشاط ترويجي ودعائي لكسب ود الناخبين خلال يوم الصمت الانتخابي، ماذا قال زنيدي عن مشاركته في هذا المسار الانتقالي في فترة مفصلية من تاريخ تونس؟ بلي أنا معناتها لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا، وكان من الواجب زادة باش نساهم بقصتي، حاولت نساهم من خلال تعرف أنه معناتها في ظرف 3 أسابيع تقريبا زرت كل ولاية جمهورية، جل الولايات إن شاء الله ولاية ولا اثنين إن شاء الله في الدور الثاني زادة نوعد باش نزورهم.
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محطة يرى زنيدي أنه مؤهل لبلوغها نظرا للدعم الذي وجده في الأماكن التي زارها في مختلف ولايات الجمهورية حسب تعبيره. أحلام عدة رافقت اختتام الحملة الانتخابية للمترشح المصف المرزوقي حسب الكلمة التي ألقاها أمام أنصاري بحمام لمف، أحلام رأى وأنها قد تحققت بفضل الثورة وأحلام أخرى تبحث عن فضاء مناسب. حلمي آنذاك أن أرى تونس تخلصت من الاستبداد وهي تخلصت من الاستبداد ولن تعود إليه. حلمي آنذاك أن يكتب كل صحافي وأن يكتب ما يقول في رئيس الجمهورية وأن لا يذهب إلى السجن، وهذا أيضا حلم متحقق بفضل الثورة. كما وجه المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المصف المرزوق الدعوة للناخب التونسي للقيام بواجبه الانتخابي. كل عملنا هذه الحملة الانتخابية وراو بالمقارنة مع كل ما يقع في كثير من البلدان رانا لاباس راو الحمد لله. المهم هو أنه كتبنا الدستور وصلنا وعملنا الانتخابات التشريعية مشات لاباس، توا الانتخابات الرئاسية زعما تمشي لاباس، نكونوا كملنا المرحلة الانتقالية وراو التوانسة كلهم اللي ربحوا في العملية، تونس هي اللي ربحتها. ومن خلال هذا اللقاء الشعبي أنهى المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المصف المرزوقي حملته الانتخابية في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع. وسط حضور أمني مكثف اختتم اليوم محمد الهاشمي الحامدي حملته الانتخابية بساحة البوعزيزي بسيدي بوزيد متعهدا للشعب التونسي بالدفاع عن الفقراء والمهمشين. أتعهد للشعب التونسي أن أدافع عن الفقراء والمهمشين والمحرومين من بنزرة إلى تطاوين، أن يكون شعار رئيس الجمهورية الدفاع عن حق المواطن، التصدي للرشوة، التصدي للمحسوبية، لثقافة الأكتاف، لمنهج حوت يأكل حوت وكل اللي جهد يموت. محمد الهاشمي الحامدي قال إن برنامجه الانتخابي لاقى تأييدا واسعا من قبل التونسيين خلال لقائه المباشر بالمواطنين. عن صعود كبير لفرصي في النجاح، أريد من الشعب التونسي اللي يسمعني أن يكمل المهمة معايا ويكون في الموعد نهار الأحد إن شاء الله لانتخاب رئيس جمهورية يتبنى شعار المحبة وبرنامج العدالة الاجتماعية والكرامة والحقوق لكل مواطن والمساواة في الفرص وتشغيل الشباب وإعطاء الحقوق لأصحابها. الحامدي طالب كل أطياف الشعب التونسي إلى التوحد ونبذ الفرقة والإقبال يوم الأحد القادم على صناديق الاقتراع بكثافة. في نهاية حملته الانتخابية تحدث المترشح للانتخابات الرئاسية حمال همامي إلى مناصريه في صفاقس عن مشروع يدافع عنه ويتبناه تصورا وتنفيذا في حالة فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية. مشروع ما عنده حتى علاقة لا بالاستبداد القديم ولا كذلك بترويكا، مشروع لبناء تونس الجديدة، تونس الشغل وتونس الحرية وتونس الكرامة الوطنية. حمى الهمامي تطرق إلى فكرة الاستقطاب في هذه الانتخابات ودعا إلى ضرورة الانتخاب وفق الاقتناع بالبرامج لا خوفا من طرف أو آخر. مكننا إلى حد كبير ياسر باش نضربوا هالمحاولات نتاع عمل الاستقطاب، نعتبروها اللي محاولات ضد إرادة الشعب التونسي، محاولات ضد العملية الانتخابية هي في حد ذاتها، نجم نقولوا إلى حد كبير هي مفتعلة افتعال دفعة التوانسة باش ما يصوتوش خاصة في دورة أولى. هذه دورة أولى وفيها برشة ترشحات وما زال ثم دورة ثانية. المترشح للانتخابات الرئاسية حمى الهمامي ناقش أيضا نقاطا أخرى تتعلق بالمعطى الاقتصادي والأمني والاجتماعي مضمنة في برنامجه الانتخابي. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن المنظمة التشغيلة تسير على نفس المبادئ والثوابت التي بعثت من أجلها، وأكدا أن الاتحاد سيعمل على تحقيق أهداف الثورة والتصدي لكل محاولات الالتفاف عليها. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في موكب إحياء ذكرى أحداث فيضة سنة 50 و900 ألف التي سجلت استشهاد 5 عمال منهم امرأة احتجاجا على ممارسات المستعمر. عم خميس هو مناضل يبلغ من العمر 84 عاما، كان شاهد عيان على المعركة التي اندلعت بعد إضراب عمال الهنشير احتجاجا على المستعمر الفرنسي، وها هو يسترجع شريط الذكريات. يضربوا فك الناس البرة اللي جاية داهمة ويضربوا فيهم بالحجر ويضربوا فيهم منابل البحر، هذاك يضربوه يضربوا مع ربع من الناس ومعهم النوبي، فهمت؟ وعدونا احنا فهمت السوسه، بعد يجي شهرين ولا ثلاثه عدونا مناوح
حكومة عسكرية. عم خميس كان من بين المكرمين في الاجتماع العام الذي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بدار الاتحاد المحلي بالمنطقة، حيث استعرض أحداث هذه المحطة التاريخية، وقال إن الاتحاد بعث من رحم الشعب وما زال يقدم مصلحة الوطن على مصلحة الشغالين. رحنا على هيك المبادئ اللي تأسس على هذه المنظمة، رحنا ما زلنا متشبثين بها، ورحنا بأخذين معناها منهم القدوة، وماخذين منهم أيضا روح العطاء، روح البذل، روح الاستشهاد. ونحن نحب نعهدهم ونقولهم أنه المبادئ والثوابت اللي أسستوا عليها منظمتكم راهي ما زالت قائمة. كما انتظمت مسيرة نحو مقبرة الشهداء، حيث وضع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إكليلا من الزهور، وترحم مع الحاضرين على أرواح شهداء الاتحاد والوطني. اختارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي من بين 100 شخص الأكثر تأثيرا لسنة 2014 و2000 لدوره الموصوف بالكبير في الحوار الوطني للتقريب بين وجهات النظر بين الأحزاب السياسية. وأوردت المجلة أن حسين العباسي تمكن من إنجاح مسار الربيع العربي في تونس وتحقيق انتقال ديمقراطي سلس بعيدا عن العنف بالرغم من التهديدات الإرهابية. وبيّنت المجلة الأمريكية دور المنظمة الشغيلة في تحقيق هذا الانتقال. في إطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اجتمعت اليوم الأطراف المتدخلة في الإعداد لموسم العمرة، حيث تم عرض استعدادات كل طرف للموسم وطرح المقترحات للنقاش. هو الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحج والعمرة للإعداد لموسم العمرة لسنة 2015، ومن بين الأهداف التي تسعى الأطراف المعنية لتحقيقها لهذا الموسم هو الضغط على المصاريف وزيادة الضبط في الشروط المرتبطة بالعقد بين المعتمر والمؤسسة التي تتولى إعداد العمرة. عنوان عملنا هذه السنة وهدفنا هو الضغط بأقصى ما يمكن على المصاريف اللي يعني تتقوم بها عمرتنا، وهذا بالطبيعة باش دفعنا المطالبة بتحرير قطاع النقل الجوي بالأساس، لأن نعتقد أنه هذا من الأشياء اللي تكبل ربما قدرة المواطن التونسي، التكلفة متاعه اللي تكون أعلى ربما كذلك من المطلوب. أكدنا بالأساس على اختيار فنادق تكون من متميزة قريبة من الحرم، فيها أريحية للمعتمر، ونحاول نواصلوا على النسق السنة الفارطة اللي بكل صراحة معناها شد نجاح متميز. اقتراح من طرف السيد وزير الشؤون الدينية على مستوى تدعيم الوثيقة التوجيهية لإعطاء أكثر منها حزم على مستوى العمرة في مستوى يعني احترام المبادئ بتاع الوثيقة ببند جديد هو يخص شهادة إبراء الذمة، هذه لازم تكون متوفرة لدى الوكيل التونسي. كما تم خلال الاجتماع تقييم موسم العمرة لسنة 2014. نعتبره ناجح بصفة كبيرة، خاصة بعد موقع من تحرير لهذا القطاع بنسبة تقريبا 50% بين القطاع الخاص والقطاع العام. عملنا معناها بالحق، معناها كانت فما طفرة باهية على مستوى السكن والنقل وكل شيء، وش خلى المواطنين كانوا فرحانين برشا، وسنة هذه مطالبين وكالاتنا أنهم يزيدوا يدعموا التوجه هذا ويزيدوا يحسنوا. التصدي لظاهرة التخلف اللي وصلنا يعني سنة 2014 تقريبا قضينا على الظاهرة هذه اللي كانت تسيء بشكل كبير للسوق التونسية. ومن المنتظر أن ينطلق موسم عمرة 2015 منتصف شهر ديسمبر المقبل. أمنيا الآن، أعلنت وزارة الداخلية اليوم إنشاء وحدة تخطيط استراتيجية جديدة صلب الوزارة، الهدف منها ضمان التعامل بشكل أفضل مع التحديات الأمنية وخاصة التهديدات الإرهابية. وأكدت الوزارة أن إنشاء هذه الوحدة تم بالتعاون مع المملكة المتحدة في إطار برنامج إصلاح المنظومة الأمنية. إنشاء وحدة تخطيط استراتيجية مركزية جديدة في وزارة الداخلية من شأنها تعزيز التقدم في برنامج الإصلاح الأمني، وذلك بالتعاون مع المملكة المتحدة، كان محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رضا صفر الوزير المكلف بالأمن بهامش كويل سفير بريطانيا بتونس.
بالنسبة لنا يعد هذا المشروع عنصرا مهما من أجل الاستقرار الأمني في تونس، فهو سيمكن وزارة الداخلية التونسية من تطوير وتحسين خدمتها، وقد لاحظت هذا الصباح تشاركا في تبادل التجارب والخبرات. التخطيط الاستراتيجي الجديد سيعمل على تطوير قدرات وزارة الداخلية في إدارة المخاطر والانتقال بها من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة العمل الاستباقي. هذا التخطيط نوع ما باش يمكن وزارة الداخلية هنا تمر إلى مرحلة أخرى تحقق بها النجاعة في ترشيد ما يسمى بالإمكانيات وإضفاء النجاعة على عملها، وتكون الرؤية نوع ما واضحة أمامها. كما ستعمل الوزارة على دعم مجالات أخرى للتخطيط الاستراتيجي مثل التصرف في الموارد بدعم مالي من المملكة المتحدة. عثرت وحدات الجيش الوطني بجبال شعبي على مقبرة جماعية لعناصر إرهابية بهنشير التلة، وقد تم نقل 3 جثث لعناصر إرهابية، منها جثة امرأة، إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة لإجراء التحاليل الجينية والتعرف على هوياتها. مقبرة جماعية للعناصر الإرهابية بهنشير التلة من جبل الشعبي كشفتها القوات العسكرية خلال عمليات تمشيط واسعة للمواقع التي شهدت قصفا بريا باعتماد المدفعيات الثقيلة وجويا باعتماد الطائرات المقاتلة خلال الأيام الماضية. 3 جثث للعناصر الإرهابية من بينهم امرأة حولوا إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة للتعرف على هوياتهم بعد عرضهم على التحليل الجيني. وللإشارة فإن هنشير التلة قد شهد عملية إرهابية في أوت الماضي أسفرت عن استشهاد 15 عسكري وإصابة آخرين ومقتل عنصر إرهابي، عملية إرهابية لم تثني قوتنا المسلحة عن المضي قدما في أداء واجبهم الوطني والقضاء على إرهابيين لا مكان لهم في تونس. عملية عسكرية مهمتية لقوات الجيش الوطني بجبال القصين على غرار جبال الشعبي وسمامة والسلومة لمحاصرة العناصر الإرهابية المتحصنة بها، جهود عسكرية دعمتها الوحدات الأمنية التي تقوم بحملات استباقية واسعة لتأمين سفوح الجبال ومنع أي تسرب للعناصر الإرهابية داخل البلاد. نادية رتيبي إلى التلفزة الوطنية التونسية. إثر الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجنائية لسنافية بمحكمة تونس والقاضي بتمديد السجن لعوني الأمن المتهمين باغتصاب الفتاة مريم من 7 سنوات إلى 15 سنة، عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة صحفية بمقر الجمعية ثمنت خلالها عدة أطراف هذا الحكم القضائي الذي رأوا فيه رد اعتبار للضحية. الفتاة التي تم اغتصابها سنة 2012 من قبل عوني أمن تمكن القضاء أمس من إنصافها، وذلك بعد إصدار الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة تونس حكما يقضي بسجن المتهمين لمدة 15 سنة عوضا عن 7 سنوات حسب ما صرحت به هيئة الدفاع عن الضحية. الحكم هذا بالنسبة لنا فيه رد الاعتبار للضحية، فيه إدانة للجلاد. كنا تفاجأنا احنا اللي 7 سنوات ما كانتش في حجم الجرم اللي ارتكب في حق الضحية. الحكم هذا نراه اللي هو انصاف. أطراف عدة أكدوا أن هذا الحكم فيه رد اعتبار للضحية وإدانة للجلاد، وبالتالي فهو حكم قضائي يؤسس لجمهورية جديدة حسب ما تم التصريح به خلال ندوة صحفية التي عقدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. احنا عملنا الندوة هذه باش نعبروا على ارتياحنا للحكم هذا على أساس أنه يمثل معناها قطع مع سياسة الإفلات من العقاب. نعتبره هو ثمرة وقفة وثمرة نضال المجتمع المدني خاصة والمحامين من 2012 لحد اليوم. يعني هذا الكل ماشي في طريق أنه احنا نأسس الجمهورية الثانية تكون على قاعدة صحيحة. كما أكد الحاضرون خلال الندوة الصحفية أنه لولا شجاعة الضحية وتمسكها بهذه القضية لما توصل القضاء إلى هذا الحكم العادل. يحتفي العالم اليوم بيوم التلفزيون اعترافا من الأمم المتحدة بتأثير هذا الجهاز في عملية صنع القرار وفي توجيه الرأي العام وإيصال المعلومة إليه، مناسبة نستحضر فيها صورا مرت عبر هذا الجهاز وصنعت أجيالا وأجيالا في تونس.
الصندوق العجيب شاغل الدنيا وساحر العقول. التلفزيون يحتفل اليوم بيومه العالمي. ذات مساء من أواخر مايو 66 بدأ هذا الضيف يفرض نفسه على كل البيوت التونسية بفيض من الصور والأصوات كالهواء تتنفسه السهرات. انت ولد لما ما يسكت قد تزيدها مش نبهت عليه ما عادش يدخل ودي الدار. منذ قرابة نصف قرن آلاف من الأشرطة شاهدناها وآلاف من الأخبار تابعنا وأحاسيس تناوبتنا فرحا ومأساة واقعا وخيالا حقيقة وتمثيلا. هذا الجهاز من أخطر أدوات توجيه الرأي العام، فلا يخفى أن تأثير التلفزيون يتعاظم بعد سيل القنوات القادمة عبر الأقمار الصناعية التي ترسل لنا حيثما كنا ملايين البرامج، حتى أصبحنا نتوه في آلاف المحطات، فيها الغث وفيها المحترم وفيها الخطير وفيها الذي جنى ويجني على عقول ناشئة تطرفا أو تمييعا. التلفزيون التونسي قصة وجوه ومشاهير عاشت معنا ورسخت في ذاكرتنا شخصيات من الأنباء والتمثيل والرياضة والفنون. لا تزال أصواتها وشخوصها تسكن خبايا الذهن وثنايا صور الزمن الجميل. وإذا كانت الصحافة المكتوبة هي مهنة المتاعب فأن التلفزيون هو العذاب بعينه، لكن الجميل وطبعا المسعد مسعد جدا. التلفزيون كثيرا ما لا يغيب عن خطط واستراتيجيات السياسي كما أصحاب الأعمال والتجارة، فهو أداة لقولبة البشر وبيع الأفكار وتسويق البضائع، ولهذا كله تنكب هيئات دولية وتونسية على تحديد أنجع السبل لحماية المشاهد من خطر التلاعب ووقاية الأطفال والأحداث من مكر الصورة وانتهاك من لا مناعة له. من أخبارنا الدولية الآن، أصيب عشرة الفلسطينيين اليوم بالرصاص المطاطي وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. المسيرات دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية حماس نصرة للمسجد الأقصى ومناهضة لجدار الفصل وللاستيطان. كما أصيب جنديان إسرائيليان بجروح في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد تعرضهما لكمين نصبه شبان خلال المواجهات العنيفة. أفادت الأنباء الواردة من العراق أن مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية شنوا هجوما هو الأعنف من نوعه على منطقة المضيق في مدينة الرمادي، تعمل القوات الأمنية العراقية على صده بدعم من العشائر الموجودة في تلك المناطق. على بعد 100 كيلومتر غربي العاصمة بغداد، تتواصل الاشتباكات الضارية في مدينة رمادي بين القوات العراقية وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، معلنة عن سقوط العشرات من القتلى. يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات التحالف غاراتها مسفرة عن تدمير 3 مواقع قتالية تابعة لهذا التنظيم و3 مبان كان يحتلها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى قصف وحدتين تكتيكيتين المنطقة. سياسيا، وصل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قادما من بغداد، حيث أجرى محادثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي في إطار أول زيارة لمسؤول تركي على هذا المستوى إلى العراق منذ 2009، زيارة تأتي بعد ساعات من الإعلان عن تعاون أمني واستخباراتي بين أنقرة وبغداد عقب لقاء أوغلو في بغداد مع العبادي. باتت المفاوضات الدولية الجارية حول ملف إيران النووي في مرحلة الحسم، ففي فيينا يسعى ممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا من جهة وممثل إيران من جهة أخرى إلى تحقيق تقدم في المشاورات قبل انقضاء مهلة 24 من نوفمبر الجاري. تتواصل المحادثات مكثفة بشأن برنامج إيران النووي في فيينا بعد إلغاء وزير الخارجية الإيراني عودته إلى طهران للتشاور، وذلك بعد أن دعا وزير الخارجية البريطاني إيران إلى التوقيع على الاتفاق بشأن برنامجها النووي في تطور قد يكون مؤشرا على حدوث تقدم صوب التوصل إلى اتفاق مع القوى الدولية الست.
وقد أكد وزير الخارجية البريطاني أن الاتفاق سيمنح إيران الفرصة للحصول على أرصدة ضخمة مجمدة والفرصة للتجارة مع العالم بحرية مجددا والقدرة على إعادة العلاقات مع المجتمع الدولي. المحادثات كانت إيجابية وهنالك اتفاق بين كل الأطراف على ضرورة التوصل للاتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر مزيدا من المرونة في الموقف الإيراني وسنتوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة. ويجري مفاوضو مجموعة 5+1 وإيران مفاوضات في فيينا منذ الثلاثاء الماضي، وقد أعطوا أنفسهم مهلة حتى 24 نوفمبر الجاري للتوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي المثير للجدل، ويتوقع بعض الخبراء إبرام اتفاق مؤقت آخر بدلا من اتفاق شامل بحلول المهلة، لأنه قد يكون من الصعوبة بمكان حل القضية خلال هذه الجولة من المفاوضات. وفي الرياضة، وضع استراتيجية وطنية للرياضة والتنمية المستديمة موضوع تدارسه المشاركون في الندوة الوطنية للرياضة والبيئة التي انتظمت اليوم بدار الجامعة الرياضية بتونس العاصمة. دعا المشاركون في الندوة الوطنية للرياضة والبيئة المنعقدة بتونس العاصمة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للرياضة والتنمية المستدامة. ما سنقوم به اليوم هو مساعدة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وتونس بصفة عامة على إرساء استراتيجية واضحة في مجال التنمية المستدامة في القطاع الرياضي. Mettre en place une politique environnementale, le développement durable dans le contexte sportif. الندوة شهدت حضورا لافتا لخبراء من تونس ودول عربية وأوروبية ولباحثين في مجال البيئة والمحيط تدارسوا كيفية إرساء تقاليد تكرس دور الرياضة في تحقيق التنمية الشاملة. الندوة هذه هي باش تكون لبنة لبناء استراتيجية على طويل المدى كيفية إدماج البعد البيئي في المنظومة الرياضية في البلاد. نعرف اللي البعد البيئي أصبح ثالث الأبعاد في الألعاب الأولمبية، المبادئ الأولمبية بعد الثقافة والرياضة. هذه أول معناها ندوة تصير ونالت معناها اهتمام اللجنة الأولمبية العالمية اللي بعثت لنا ثلاثة من أكبر مسؤولين نتاعها وتشجعتنا، وإن شاء الله اليوم معناها باش يكون فما ميدة حوار اللي فما تقنيين وفما رياضيين باش يقعدوا مع بعضهم، وإن شاء الله نخرجوا باستراتيجية هذية وبعد سنة باش نعاودوا نرجعوا ونتلاقاو وتكون استراتيجية معناها حاضرة. نشر ثقافة المحافظة على المحيط في الفضاءات الرياضية وترسيخ التنمية المستدامة هدف تسعى إلى تحقيقه اللجنة الأولمبية من خلال ندواتها التحسيسية والتوعوية. أدرك ماراثون الواحات اليوم بولاية تطاوين مرحلته قبل الأخيرة، وقد مثل للمشاركين فيه من مختلف البلدان الأوروبية مناسبة مواتية للإطلاع على المخزون الثقافي والتراثي الذي يميز الجنوب التونسي. في ولاية تطاوين بلغ ماراثون الواحات مرحلته قبل الأخيرة في تظاهرة شهدت هذا العام مشاركة مجموعة من نوادي ألعاب القوى من عدة مناطق في البلاد استعدادا لمشاركة عدائي هذه النوادي في المسابقات الوطنية والدولية. هو المضمار الباركور معناتها من أروع الباركورات، يعني فيه الطريق، فيه الصحراء، فيه الواحات، فيه الجبال كما شفنا اليوم، معناتها فيه طريق مختلف، يعني فيه الكياس وفيه السعدة، وهذه الرياضة وبالأخص أولادنا يعرفوا بلادهم. أمس الحقيقة تعبنا الباركور معناتها 20 في غيلان معناتها، والحمد لله معناتها فرمل معناتها برشا، الحمد لله وفقنا ربي أمس حصلنا على المركز الأول، رجع علينا تعب الصحة اليوم، توجت في تطاوين معناتها بلادي بالمركز الثاني، وإن شاء الله غدوة نكملوها معناتها ختامها في جربة. بين قريتي قرماسة والدويرات مرورا بشنني امتدت هذه المرحلة التي كان فيها الموعد متجددا للمتعة والاكتشاف للمشاركين فيها من الفرنسيين والتونسيين. احنا نمنوا ماراثون الواحات وقاعد يدعم في القطاع السياحي وخاصة تدعم آخر للرياضة السياحية وخاصة للسياحة الصحراوية اللي هي الوقت هذا حاجتها بوقفة بكل أبنائها في المهجر وخارج أرض الوطن. أدركنا اليوم المرحلة الرابعة من الماراثون، وقد اختلفت هنا في تطاوين المناظر الطبيعية مقارنة بالمراحل السابقة، فقد أبهرني منظر الجبال والقرى البربرية، إنه شيء ممتع. une arrivée avec des rochers découpés une terre rouge c'est vraiment fabuleux.
من توزر إلى جربة، من واحات النخيل والكثبان الرملية والقرى البربرية الأثرية إلى جزيرة جربة وشواطئها، تظاهرة سياحية ورياضية في مستهل موسم سياحي صحراوي جديد تنبئ مؤشراته دون المنتظر بحسب المختصين. وهكذا تنتهي نشرات الليلة، ونذكركم مشاهدينا بالعناوين. هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وترجح إعلان نتائج رئاسية بعد 48 ساعة من موعد غلق مراكز الاقتراع. التونسيون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على أن تتواصل عملية الاقتراع إلى بعد غد الأحد. اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعقد اجتماعا تحضيريا لموسم العمرة القادم وتعد بالضغط على المصاريف وتحسين ظروف أداء المناسك. ودائما نحن ننتظر آراءكم واقتراحاتكم على موقعنا info@tunisiatv.tn. نذكركم في الختام أيضا أن 79 يوما مرت على احتجاز الزميلين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا للمتابعة والاهتمام مشاهدينا الكرام، سهرة طيبة وإلى اللقاء.